UNFM 91.2. عبد الفتاح مورو برعاية أصيل. أصيل طابعنا في التفاصيل. يا ربي العمل عليك وشد فيك. تحية طيبة للسادة المستمعين، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام يجيش في النفس يزم قلوب، وحمرة في الوجه ولا غصة في القلب، لأن الواقع اللي العالم الإسلامي الآن يعيشه هو واقع مش قد قد، مش معناه ما عندناش إسلام، لكن اللي نعيش فيه ما يتناسبش هو والتدين والإسلام اللي نعرفه. الإسلام عنده قيمه وعنده أخلاقه، وقدر باش يصنع وبناء وشيد وقدم لنا تجربة متاع حياة. ما كانش دين نظري فقط، كان دين تطبيقي وبطل الميدان وبناء مجتمع يؤمن بقضايا وكون علاقات، وصل حتى لين نحكم، وصل حتى لين كون علاقات دولية، كون جامعات وكون عقل وفكر ورأي وبناء وشيد، وعنده أثار في ذلك وأصبح حقيقة عالمية، وخرج من كونه فرد في الصحراء نادى بالناس باش يجتمعوا على مبدأ واستجابوا له ناس فقراء ومساكين، إلى كونه دين بناء حضارة. واللي يعرف تاريخ بغداد ويعرف تاريخ دمشق ويعرف تاريخ الأندلس ويعرف تاريخ القيروان ويعرف تاريخ القاهرة ويعرف تاريخ تونس واش عمل الجانب الديني فيها، يكون متأكد وأن هالكلام هذا مبني على واقع، ما هوش مجرد تمني وما هوش ادعاء لا علاقة له بحياة الناس. إذن الإسلام اللي أنجز اليوم كأنه عاجز باش يدخل للحياة. علاش؟ أنه كلنا نقول وإحنا الإسلام جزء منا، حتى اللي ميحبوش نتحدثوا على الدين وعندهم فكرة أن الدين سبب متاع تخلف، وقتدي يلقاو الشعوب تتكلم على الدين يوخروا بالتوالي ويقولوا ترى ورينا اش تجموا تعملوا، قادرين انتم مش تعملوا حاجة، الفكر الديني ما يأتي بحتى نتيجة. هما اللي قاعدين يقولون الفكر الديني فكر تخلف، الفكر الديني هو فكر ضبابي، الفكر الديني هو فكر تخاذل، الفكر الديني هو فكر اعتماد على الغير أو اعتماد على القضاء والقدر، هو تكتيف الدين، هو التفويض، هو عدم إنجاز، هو عطالة وبطالة، هو تأخر. واللي يقولوا فيه هذا اللي يأيدهم فيه جزئيا هو أن المسلمين عاطلي، وأن المسلمين متخلفين، وأن المسلمين ضايعين، وأن المسلمين لا يقرأوا لا يكتبوا لا يتعلموا، والنسبة الأمية فيهم كثيرة، والشتات فيهم كثير، وأمراض ربي كلها موجودة عندهم. إذن كاين الواقع اللي قاعدين نعيشوه كأنه يصدق أولئك الذين يستبعدون التدين من الحياة. حب المناسبة هذه نقول الجمع بين أصول الإسلام وقواعد الإسلام وقيم الإسلام وبين النتيجة المتخاذلة اللي قاعد يعيش عليها المسلمين هو جمع غير مسلم. صحيح احنا متخلفين، مش متخلفين على خطر احنا متدينين، ومناش متخلفين على خطر عندنا جوامع، ومناش متخلفين على خطر نصليه، ومناش متخلفين على خطر نصوم رمضان. احنا متخلفين على خطر تصورنا أن التدين هو كي نصلي وبرك وكي نصوم وبرك وكي نحج وبرك، وما عالجناش أسباب الداء الدفين اللي يعيشه الأمة، واللي هو في الحقيقة راجع إلى هالعقل اللي موش مخدوم. وما دام ما عالجناش عقولنا، يعني ما تعلمناش السببية، وما تعلمناش أن كل حاجة عندها سببها، وأن كل حاجة باش نداويوها يلزم نرجع ونستأصلوا سبب المرض فيها، وأن الإصلاح يجب أن يمر بمرحلية، وأنه مرحلة والإصلاح يمر البرنامج. نهارة اللي نوليه ونعرفه هذا نوليه قادرين كمسلمين باش نصلحوا أوضاعنا. أما ربط التدين بالتخلف هو قفز على تاريخ يثبت خلاف ذلك. مال المدينين قبلنا شبيهم قدروا باش يوليوا رجال، وشبيهم قدروا باش يبنيوا حضارة، وشبيهم قدروا باش يعملوا جامعات، وشبيهم قدروا باش يعملوا طرقات ومستشفيات ويبنيوا نظام اقتصادي عالمي وشاع على الدنيا. مو لأن عقولهم المتدينة كانت قادرة على استيعاب وقعهم وتغيير هالواقع نحو الأحسن، وكانوا يتحملوا مسؤوليتهم فيها، بينما احنا قاعدين حاطين الخمسة على الخمسة ونستناو نهار يعبد جبريل من جديد يهبط علينا وحي على واحد منا ويصلح الحال، وهذا أمر لن يحصل أبدا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله على محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة للسادة المستمعين، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يهديك بنورو مع الشيخ عبد الفتاح مورو برعاية أصيل. أصيل، طابعنا في التفاصيل.